لا احنا لازم نفطر في البيت. اللهم صل على النبي. كنت باخد ايه؟ باكل لحمه في الفطار عادي، سندوتشات جبنه وطماطم. كنت بعتمد على الاخرين، كل اللي معاه سندوتشات جامده اقول لهم تيجوا نعمل في الجديوه مع بعض ونقطع السندوتشات واسيب لهم الجبنه وناكل السندوتشات الجامده. جبنه رومي، جبنه رومي وبسطرمه، او جبنه رومي على بسطرمه، جبنه بيضه بطماطم بحبها قوي. 2 ساندوتش كبار بيبقى فيهم كولد كاتس او اي حاجه لانشون او واتيفر اللي هاخده بمايونيز لازم. انا ما كنتش باكل سندوتشات وانا في المدرسه، كنت بخاف. امي كانت بتعمل سندوتشات قشطه، امي كانت بتعملها زمان سندوتشات موز جبنه، يعني حاجات خفيفه يعني زبادي والحاجات دي. ودايما كنت بتغدى في البيت مش بتغدى في المدرسه. لانشون ممكن همبرجر ساعات في ايام، بسطرمه وعليها او بالاسكندراني بسطرمه يعني، وعليها جبنه رومي وعليها شرايح طماطم وبتتحمص في التوست في عيش ابيض، معجون موز مع العسل، لبنه وزيت وزعتر وجبنه، في غالبا زيت وزعتر. كنت باخد حاجات كتير. اقربها ان انا اسمي ميزو على اسم لانشون، اصلا اسمه ميزو. كنت باخد سندوتشات بيض مسلوق وجبنه بيضا. كانت امي الله يرحمها دايما بتعمل لي بيض بالبسطرمه والبلوبيف بتاع زمان ده. لا كنت باخد تفاح. باجيت مع جام معجون ومعها طحينه يعني. تونة وبيض وجبنة رومي عندنا ساندوتش كده تونسي بنقوله الملاوي، جبن والشوكو ماكس.